اللاعبون وإلى جانبهم الأنصار كانوا في الموعد لإطفاء أجواء رياضية على ملعب المحمدية، حين استقبل الفريق المحلي ضيفه شباب قسنطينة بإكليل من الورود في مقابلة سادتها روح رياضية عالية من بدايتها إلى آخرها، والتي كشف فيها رفاق اللاعب بوشيبا عن نيتهم مبكرا لإحداث الفارق. لكن الدفاع القسنطيني بقيادة اللاعب كابري كان سدا منيعا حال دون الوصول إلى شباك الحارس ضيف، الذي بقيت منطقته تحت ضغط المحليين خاصة من اللاعبين بنيطو، صحراوي، مشرفي والفار. هذا الأخير أقلق مدافعي الشباب بتغيير الأجنحة كما تفنن في بعض الفرص المتاحة التي صفق لها الجمهور. ورغم السيطرة المحلية إلا أن الزوار نجحوا في إنهاء الشوط الأول بنتيجة بيضاء. في الشوط الثاني استمر أبناء المدرب قدوي في تكثيف الهجمات، في المقابل بقي أشبال المدرب دانيال راكنين إلى الوراء متلقين سلسلة من التهديدات تصدى لها ببراعة الحارس القسنطيني ضيف من خلال تدخلاته الموفقة، إلى أن حلت الدقيقة 78 حيث تمكن المهاجم الفار محمد رضا وبمجهود فردي من مباغتة الحارس بكرة أرضية مسجلا إصابة الفوز، وهو الهدف الذي انتظره طويلا محبو اللون البرتقالي. التغييرات التي أجريت على كلا الفريقين لم تأتي بجديد مع تسجيل معركة كروية لكسب نقاط مقابلة بعد أن أراد الزوار في آخر أطوارها العودة في النتيجة، غير أن استغلالهم للكرات الثابتة لم يكن ناجحا، وخروجهم من هذه المقابلة دون رصيد أمام المستضيف سريع المحمدية. حاولنا اللعب فوق أرضية ميدان غير ملائمة باعتمادنا على التمريرات، وهو ما كان مستحيلا في هذه الحالة، ولم نجسد الفرص المتاحة لنا، والتعادل كان أقرب للفريقين في هذه المباراة. Concrétiser les actions qu'on a eues dans cette rencontre. Malheureusement, je pense qu'un match nul aurait été plus équitable. Nous avons joué contre Saint-Étienne en match nul comme au Cap Blanc. J'ai une aide 3 points. Nous avons joué contre le Cherbourg et nous avons gagné la gagne. Nous avons eu des adaptations, mais on ne peut pas nier parce que nous avons eu des points parce que l'équipe a gagné.